كابتن عادل، بالرغم ان احنا يمكن كان لينا رؤيه قبل المباراه وقاريين فكر محمد يوسف وقلنا ممكن النهارده ما يكونش ليه تواجد هجومي بالمعنى المفهوم ان هو بيطمع في المباراه، وقلنا ان احنا اللي قلنا ان النادي الاهلي النهارده قادر انه يكسب، الا انك انت قلت ان الماتش صعب وقلت لي بره الفاصل يعني لو كسبنا هنكسب بصعوبه. هقول لك يا كابتن، احنا بدايه لازم نقول ان الهدف الاولاني اللي النادي الاهلي بيجيبه بيخلي المدرب الاخر يعمل البلان الثاني ليه، فبيشتغل مع النادي الاهلي، فالنادي الاهلي بيكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه. بس ممكن الهدف يتاخر. لا يا كابتن، مش كل مره هيتاخر الهدف ويجي، دي حقيقه. يعني احنا الشوط الاولاني في بدر بنون في كورتين بدماغه حطهم جنب العارضه، لو كان واحده جت فيهم كان فرقه البنك هتشتغل بنوع تاني، انت هتشتغل عليها هتجيب جون وهتجيب اتنين وتلاته. بس ده توفيق وعدم توفيق لا يعلى عليهم الكابتن اسامه. كابتن انا موافقك، لكن انا بكلم النهارده، خلينا نتكلم النهارده على اول حاجه حصلت، موضوع وليد. ماشي. يعني موضوع وليد لما حصل النهارده حصل شيء من الشك شويه في المكسب. ليه؟ لانك انت لما تيجي عندك موجه اخرى هايله زي وليد وبعدين بدات بيه وبعدين اتعور، فدي مشكله. ده ياثر نفسيا على الفرقه؟ طبعا ياثر كتير. وليد من اكتر اللاعبين جاهزيه لانه يغير لك نتيجه المباراه، اسكان يجيب جون او يحول لك الفرقه من ناحيه دفاعيه او من ناحيه هجوميه ايجابيه. وليد بيخلي الفرقه اللي قدامه اولا في انكماش غير عادي، بيتمسك بواحد، مش هقول لك اتنين يعني، لكن بقول لك بيتمسك بواحد، واحد بيبقى سبورت وراه فبيفضي الحته ال 18. انا بكلمك على وليد لما بينزل. لما بينزل، ما انا بكلمك لما بينزل. لكن وليد في البدايه اول حاجه حصلت، خلينا نتكلم بمنطقيه، التغيير الاولاني في البدايه ان وليد بدا المباراه، ما كانش يجب ان وليد يبدا المباراه، دي واحد. اتنين، الهدف اتاخر الشوط الاولاني. مش كل مره، واتكلمنا كتير، مش كل مره هنضيع 45 دقيقه علينا وبعدين نبحث على 45 الثانيه للمكسب. علشان كده بقول لك اول حاجه انا مش بلوم موسيماني بس، انا بلوم كمان الاهداف اللي بتضيع الكتيره قوي اللي بتحصل من عندنا. يعني احنا عندنا اولا 45 دقيقه بتضيع منك، منها اربع خمس فرص لازم يبقوا اهداف، لو الخمس فرص دول جم اهداف ادي ممكن تقدر تجيب هنا اهداف وتنزل الشوط الثاني هتجيب اهداف اكتر. حاجه بقى المهمه اللي حصلت في الشوط الثاني اللي الكباتن اتكلموا عليها، الاستعجال وعدم تنظيم جوه الملعب من اللاعبين نفسهم. بقينا في وقت من الاوقات اللعيبه كلها بتتحرك في مكان واحد، فاستعجال. يعني النهارده الفرص بتاعت بواليا اللي جت بدماغه اللي جت جنب العارضه برضو دي، يعني دي لو كانت دخلت جون كنت يعني اقدر اقول لك في بدلك. وفي حاجه تانية مهمه قوي، يعني انا من وجهه نظري انا لامتى هيفضلوا يجيبوا لنا حكام يتعلموا فينا؟ يعني انا مش عارف، يعني النادي الاهلي لما يجي يلعب مباراه لازم يجيبوا حكم كبير، لازم يجيبوا حكم متمرس، لازم يجيبوا حكم عنده فكر شويه. الحكم النهارده عمل شويه حاجات بلغه الكره تكتف النادي الاهلي. سيبك من الهدف اللي اتلغى، انا ما اعرفوش، يمكن الهدف اللي اتلغى هنشوفه مع الكابتن ناصر، ده مش بتاعتنا يعني، هو اللي هيشوفه هيقول لنا. لكن انا بقول لك الكابتن ناصر كمان الفار يا عادل. كمان الفار غير الحكم. انا عاوز بس اللي اقول ايه يا كابتن، حاجه مهمه اقول لك، في حاجات جوه الملعب بتحصل، تثبيت اللعيبه، الصفاره كتير زياده عن اللزوم، الحاجات اللي ما بيبقاش فيها خبره من الحكم. النادي الاهلي فرقه كبيره وبيلعب وماتشاته بتبقى فرقه كبيره وماتشاته بتبقى مباريات كبيره يا كابتن. بس انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل، طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا ومش عايزين احنا انا مش بتكلم على التحكيم يا كابتن، وشماعه التحكيم مش بتكلم بص يا كابتن انا مش بتكلم يعني على ممكن يكون الهدف فعلا فاول على يا كابتن. انا مش بتكلم على الهدف، انا بكلمك على نقطه تانية خد بالك منها. لما تيجي تكتف الفرقه اللي قدامك مش بتكتفها بالهدف، بتكتفها بانك يعني في اكتر من فاول للنادي الاهلي،
يلعبوا حسبوا ضده. اللمسه كانت بتتحسب على النادي الاهلي، عارف دي بتعمل ايه؟ بتضيع لك اكتر من خمس دقايق. تحزيمه اسمها تحزيمه. اه بيحزم لك الفرقه. بيحزمك. مش لازم ان انا الغي الهدف بتاع التحكيم، انا بكلمك في نقطه مهمه للغايه. بكلمك ان النادي الاهلي لما يجي يلعب اكتر من مباراه النادي الاهلي بيتحكم له، لا حكام لسه خبراتها قليله. النادي الاهلي نادي ولما بيجي يلعب مباراه المباراه بتاخد شكل اعلامي كبير. مزبوط. فلازم الناس تخلي بالها الاخطاء اسكان للنادي الاهلي او ضد النادي الاهلي. في الخطأين الحكم اللي بيعمله بيتكلموا عليه يعني قصدك ان لازم الحكم لازم يكون على مستوى الحدث. طبعا اما هتجيب للنادي الاهلي اما لما تجيبش للنادي الاهلي حكم كبير هتجيبه لاني مباراه؟ مع احترامي للفرق يعني. علشان كده انا عاوز اقول لك ايه، الحكم النهارده انا مش بحمل التعادل للحكم، لا انا بكلمك على حكم ما عندوش خبره. حكم مش يعني مجنني. في كور كتير قوي النادي الاهلي بيلعب وبيشغال حتى يصفرها للنادي الاهلي وهي شغاله معاه. في كور تانية بتبقى فاول للنادي الاهلي او زقه خفيفه او مش بتكلم زقه يعني، بتكلم على ايه؟ احتكاك عادي. احتكاك يعني عادي، ابص الاقيه وقف اللعب ويشتغل الناحيه التانية. ده ما مش بقول ان ده السبب الرئيسي للتعادل بتاع السبب للتعادل. الملعب كمان ضيق جدا، مش واخدين عليه اللعيبه، الهواء النهارده والمطر في احوال كتير قوي، البجلك في احراز الاهداف، واللعيبه ما كانتش على المستوى النهارده. بالزبط. لازم نتكلم نقول لعيبتنا النهارده زي ما بنقول عليهم بيأدوا اداء كويس ومتميز في مباريات، لا النهارده ادائهم ما كانش جيد. كان في حته تضيع الاهداف ودي لازم نتكلم فيها مستر موسيماني. لازم اللعيبه تعرف نقطه مهمه ان الهدف اللي بيجي لهم بيفتح الجيم والجيم بيتفتح. غير كده احنا قلنا قبل كده ان ممكن من نص فرصه تكسب جيم، تكسب بطوله. كابتن فرصه تجيلك في المباراه. كابتن اي فرقه بتلعب النادي الاهلي بتعمل زون ديفنس. ما عندهمش البلان التاني اللي احنا انا دايما بتكلم عليه. ولو عنده هيبقى في مساحات اللي انت محتاجه كنادي اهلي. علشان كده بقول اللعيبه لازم تهتم بالجون الاولاني، لازم تهتم بالفرص، الفرصه غاليه. بالذات الفرصه الاولانيه والثانيه. ولكن ممكن تضيع الرابعه والخامسه والسادسه تضيعها، بس انت تجيب الاولى والثانيه والثالثه علشان تفتح الجيم. لانه قدرك انك انت طول الوقت الفرقه اللي بتبقى ماشيه وحش اصلا هتلاقيها مكسره الدنيا قدامك، لانك انت مباراه السيزون بالنسبه لاي لاعب كوره وليس النادي بس. مزبوط. انا لعيب البنك الاهلي النهارده عاوز اعرض نفسي، هعرض نفسي قدام مين؟ هعرض نفسي قدام انهي فرقه؟ بعرض نفسي قدام النادي الاهلي. المباراه اي انا كمدرب هعرض نفسي قدام مين؟ هعرض نفسي قدام النادي الاهلي. علشان كده يا كابتن انا بقول ان اولا التحكيم لازم يبقى ليه وقفه، لانه اكتر من مباراه الفار كمان اكتر من مباراه. انا مش عارف الناحيه التحكيميه، لكن انا بتكلم تحكيم كل الحكام اللي بتيجي للنادي الاهلي حكام ذو خبرات ضعيفه جدا ومش عارف مقصوده ولا مش مقصوده.